اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. اساتذتنا في النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. استاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف ومنور. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا استاذ عصام. استاذ محمد، خلال هذه الفتره احداث، يعني احنا بنتقبل كل اسبوع مره، من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده احداث رياضيه كثيره وغير رياضيه ايضا كثيره حصلت خلال هذا الاسبوع. صحيح. يعني خلينا ناخد الناحيه الايجابيه في الامر. رايكم في اللي بيحصل في الوسط الرياضي خلال الفتره الاخيره ايه؟ الايجابي يعني على ندرته دور مش ما انا بقول لك. لا انا بص في نقطه، طب عمال يبص يمين. طب انا على ندرته قلت الاوزي يمكن يقول لي. انا هقول لك حاجه، في نقطه قبل ما اخش في الايجابي والسلبي. قضيه شغلت العالم كله وقضيه مهمه جدا، قضية احترام وتقدير الاساطير. ما حدث من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجاه النجم الاسطوري زين الدين زيدان، القضية اللي لازم نقف عندها وما نعداش كده يا كابتن. وحضرتك ما سمعتش الانترو؟ ما انا سمعت بس يعني مش الجزء كله. لا يعني ده الكلام، يعني احنا بقى كصحفيين عايزين نتكلم في الموضوع ده الحقيقه. نستأذنك يعني. لا اتفضل. يعني كيف نحترم الاساطير؟ ما هي قيمه الاسطوره؟ صحيح. لما يطلع رئيس الاتحاد ويتكلم، شوف الدنيا اتقلبت ازاي. اقل من 24 ساعه. ما بقول لك ويطالب. الدنيا اتقلبت في فرنسا ازاي؟ والوزيره الرياضه في فرنسا تدخلت، ونجوم فرنسا بيتدخلوا ويكتبوا تويتات. صحيح. تقديرا لهذا النجم، هذا النجم لا يمثل زين الدين زيدان ولا يمثل ريال مدريد ولا يمثل نادي، بيمثل فرنسا كلها. ومن بابيه يؤكد ان زيزو هو فرنسا. ايه الجمال ده؟ عايز اطلع من ده، يعني اين احترام الاساطير؟ اين احترام الرموز؟ يعني اي مكان لا يحترم رموزه ولا يحترم اساطيره، اعتقد ده بيبقى هدم لحاجات كتيره جدا، هدم القيم وهدم المبادئ وهدم التقاليد. شوف الراجل طلع وهدم المستقبل. بالظبط. يعني شوف مبابي ده بالنسبه لزين زيدان يعتبر عيل صغير طبعا، فيطلع يقول لك ده الاسطوره بتاعتنا، ده القدوه بتاعتنا. زين انتوا بتهدموا القدوه قدام، والقدوه لم تهدم مثلا، يعني ما حدش تجاوز في حقه ولا قال له خالتك ولا بنت عمتك ولا حد اتكلم في حاجه زي كده، ولا حد تجاوز في اعراض ولا ساب. لا 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 خالص. هم ثلاث حاجات، ثلاث كلمات خاصه ان هو مش هيدرب ويروح يدرب البرازيل ويدرب مش هيرد عليه في التليفون، اعتبرها انها بموجب اختصاصاته يعني او يقصد ده يعني. والراجل جاله حقه لغايه هناك. فمتى يا استاذ عصام نحترم الاساطير بتاعتنا؟ الرئيس الفرنسي يغادر مقصوره الشرف الى حيث نجوم فريقه ويطلب منهم انهم يقوموا من الارض في النهائي ويقعد بعد خسارتهم للنهائي امام الارجنتين طبعا. نفس الاستكمال اللي بيقوله محمد القوس، هكذا هي العلامات المضيئه. صحيح. ده اللي لازم للاسف، ازاي انا مش قادر اقولها، نعمل ده او نبني عليه. كنا وان شاء الله نفضل كده بنحافظ على القيمه. النادي الاهلي سيظل بهذه القيمه وبهذه يعني برضه من الحاجات الايجابيه يا استاذ عصام، انا اسف بما انكم بتتكلموا في هذا الاطار، من الحاجات الايجابيه لما قعدت ادور لقيت انه ما حدث من تنازل النادي الاهلي عن حقه في بطوله كاس السوبر لنادي الاتحاد السكندري بسبب ما حدث من او ما حدث للمشجعين النادي السكندري في صاله الدكتور حسن مصطفى. الدكتور حسن مصطفى اعتقد ده برضو حاجه من الحاجات الايجابيه جدا اللي بتخلينا قد ايه الاحترام ما بين الانديه الكبيره مهم جدا، قد ايه ان تعليم الاجيال ان البطولات او ان الاخلاق اهم من البطولات. والبطولات تذهب وتجي يا كابتن. بالظبط. وبعد كده هناك شراكات بين الانديه، لان الحكايه منافسه مش خصومه. صحيح. والاهم من كل ده انه يفكر الرجلان محمد مصلحي ومحمود الخطيب ازاي يبقى حتى الكأس في هذا الموسم تسمى كأس اسلام، ربنا يا رب يتم شفاه على خير. يعني الحاجات دي صناعه مصريه والله. صحيح. صناعه مصريه، محدش بيعمل كده كتير يعني. ازاي احنا نقلبها؟ الحمد لله فعلا زي ما الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي دايما يقولها، الحمد لله على نعمه الاهلي كفريق كنادي يعني يحبه. صحيح. او مؤسسه يعني هو عاشق لها، كابتن صالح سليم رحمه الله، انا بعتبر ده الاهلي المعاصر من كابتن صالح وانت جاي، قال ان هذا هو الملك الحقيقي للنادي. فشويه الضوابط على شويه يعني المبادئ التي احيانا يعني اللي مش عايزها يقوم يقول لك عدس. ليه؟ لانه يقول لك يا عم الاهلي كان هيكسب. يا عم الموضوع مش كده، مش الاهلي كان هيكسب. الله بقى يا عالم. اولا الرياضه فيها كل حاجه بنسبه 80-90%. الاتحاد كان الاقرب، ولكن كان في لسه 10% الا حد عالم عارف ايه اللي كان هيحصل يا كابتن. هو الموضوع مش كده. اذا هي الحكايه كلها
أن تكون حاضر في الميعاد لأداء واجب زي ما حضرتك قلت. صحيح. المنافسات صحيح. تذهب وتجيء، لكن ده واجب أوله إنساني وآخره أن الرياضة هي دي. بالضبط. الرياضة هي أن تقدم منتج في طموح للشباب حتى غير اللي يعني اللي بيلعبوا رياضة. هو ده تمام يا استاذ صايم، انا كنت بندرج تحت مبدا ان تكسب نفسك وقيمك. صحيح. واخلاقاتك خير من ان تفوز ببطوله. هايل انك انت تحافظ على قيمه زي كده وترسخها لدى الناس، ده اهم من اي حاجه. صحيح. انا النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك حتى بغض النظر عن البطوله اللي جايه ولا رايحه، مش دي القضيه. الفكره في اللقطه اللي اتعملت، المشهد اللي عمل، الرقي اللي حصل ده، تقديرا للناس دي واحتراما للناس دي. انا البطوله دي خلاص دي بعتبرها هديه للناس دي كلها، ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. عارف يا استاذ محمد، انا خدتها من ناحيه اخرى برضو ايجابيه، خلي بالك، من ناحيه ان هناك بعض الاجيال، وانا بتناقش مع اصحابي اللي هم اولاد اولادي واصحاب اولادي. صحيح. ما بنتناقش معاهم، بيحبوا الاهلي جدا، لكن مش عارفين يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، مش عارفين يعني ايه خلي بالك، ما شافوش مواقف. فمثل هذه المواقف بتعلمهم يعني ايه هذا النادي هو نادي المبادئ والاخلاق. فانا لما اجي اقول كده بتقعد تشرح حاجات قديمه، فيقول لك ماشي هبقى اخش ابص اشوف الحاجات دي موجوده فين. عشان النموذج، لكن النموذج الحاضر والحالي مشهد، المشهد اللي احنا شفناه في النادي الاهلي. لو انه بقى اتفرق كتير طبعا، زي ما بنثني دلوقتي على الاتحاد طبعاً، وعلى محمد مصلحي، وانتشرت الحكايه، تخيل هتلاقيها سهله على اولادنا. ما هو ده اللي انا عايز اوصله، انه النادي الاهلي اعطى درسا للجيل الصغير، للاجيال الصغيره اللي بتشجع النادي الاهلي، اتعلموا يعني ايه النادي الاهلي هو نادي المبادئ. وبالمناسبه فجر نفس اليوم حضرتك اكيد فاكر لما كان الكابتن ودكتور محمد شوقي ومع الوزير والسيد محمد مصلحي والذين معه من المجلس في المستشفى، الكابتن قال لابد ان اجلس مع مجلسي ونبحث كيفيه اهداء هذه البطوله لمشجعي الاتحاد. صحيح. المصابين. صحيح. يعني مش فجاه كده راح مقرر وقال لك ما فيهاش امل. تخيل يا استاذ عصام، من فجر الاصابه. صحيح. واقول لحضرتك حاجه يعني نقولها لجمهور حضرتك وجمهور البيت الكبير، الاهلي لم يعلن، اتحاد السله الذي اعلن ان الاهلي ارسل في طلب هذه يعني الهديه، يعني لانه كان في الوقت ده، لانه مش بيباشش على حد. من 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 وقت ما اعلن الاتحاد السله هذا الامر، وهناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا بقولها دايما كده، بياخد الموضوع الاتجاه انه ايه، ان الموضوع ده بيخلص عشان، او النادي الاهلي عمل كده عشان يخلص صفقه معينه او حاجه معينه بتخلص في وخدوها في اتجاه مزايدات، هتلاقي مزايدات غير انسانيه وغير يعني لا يمكن ان نفكر فيها بهذا الشكل. العلاقه ما بين الجمهورين النادي الاهلي ونادي الاتحاد علاقه على مدار من اول نشاه النادي الاهلي ونشاه نادي الاتحاد. افتتاح الموسم يا كابتن كان الاتحاد سكندري والاهلي، افتتاح الموسم الكروي في الدوره الصيفيه كان كان الاهلي والاتحاد السكندري. طبعا وهناك الكبار الاخرين طبعا. لكن انا بكلم حضرتك على تاريخ يعني يمشي الهوايدة جنبا لا جنب. هي الرياضة بتعلمنا كده يا أستاذ عصام، يا أستاذ محمد طبعا، يعني الرياضة بتعلمنا إيه؟ يعني أنا بحط عنوان للحدث ده، إنه لو تفتكروا حضراتكم الأهلي بمن حضر، الأهلي بمن حضر بتيجي في دماغكم إيه؟ ماتش التلامذة، وإن الشباب اللي طبعاً لما ناس وقفت لا ولسه ليها جيل تاني برضه السايس وريعه في كل جيل كان هناك الأهلي بمن حضر. الله ينور عليك. هنا حمدي كروان طلعهم التشكيل ولعب حد ناشئ برضه. صحيح. لا ده انت والله سبحان الله في كل جيل تؤكد مبادئ النادي الاهلي حقيقي. فعشان كده انا بقول لك، انا لما تيجي دلوقتي نقول، انا عشان كده كل يوم بقالي يومين ثلاثه بتكلم في هذا الامر، او منذ الاعلان عن ان النادي الاهلي، انا عارف طبعا الموضوع بقالي اسبوع او 10 ايام، ولكن منذ ان اعلن اتحاد كره السله عن هذا الامر، وانا باخد الموضوع ده كل يوم اقعد اتكلم فيه واحكي فيه، لانه لازم نحط فيه انه الاخلاق اهم من البطولات. عايز تخليه ضمن الثوابت. الله ينور عليك. للشباب اللي بيتعلم، اللي النادي ومجلس ادارته بيعملوا ايه علشان يعلم الشباب. في ولاد عندهم 10 سنين، مش هنقول 8 ولا 7، لا زالوا بالنسبه لهم محمود الخطيب، محبوب الخطيب. ليه؟ لانه كابر عن كابر بيحكي لهم دايما يا اوسي عن قصه هذا النجم الخلوق فنا. صحيح. وامتاعا ومحافظه على الشخصيه المتحضره الانسانيه التي تعي تماما المنافسه.
ده اللي حصل مع الملك المتوج بيليه. كم خرجت أجيال أخرى في المواهب والله أوعى، لكن هو الملك عاش صحيح. حياته قديس، عاش حياته على اللعب النظيف قبل أن يدركه أحد. نفس الخامة اللي بيتقال عليه الأسطورة محمود الخطيب، واللي معرفش هي مزعجة للناس ليه. الأساطير ممكن تبقى أساطير، هي بتتجمع عادي جدا يا جماعة، بتتجمع يعني يعني عادي جدا أستاذ. صحيح طبعا. فهو في الاخر احنا يعني الاسبوع ده ما كان يعني وجهه نظري ان ما كانش في حاجات ايجابيه غير الموضوع بتاع اعلان اتحاد السله ان النادي الاهلي تنازل عن حقوقه. دي اهم لقطه طبعا، هي دي الاهم. وايضا الكلام اللي حضرتك قلته واللي انا اتكلمت عنه في بدايه كلامي عن ان فرنسا كلها قامت ما قعدتش لمجرد ان وريال مدريد ده العالم كله الحقيقه، لكن انا اقصد انه عشان دي اسطورتهم اولا. بالظبط كده، خلينا ناخد اللي احنا عايزينه. انت لما بتهدم نجم كبير زي كده وبتهدم اسطوره، فانت بتهدم قيم كتير جدا في المجتمع. انت ده قدوه لناس كتير جدا، فبتهدم احلام حتى شباب كتير جدا طالع سمع عنه. فالمفروض الحاجات دي يبقى ليها حصانه من المجتمع نفسه. صحيح. المجتمع يحميها، وزيرة الرياضة نفسها بتتحرك، الوزارة كلها بتتحرك، الدولة كلها بتتحرك، لابد ان يكون الكلام ده موجود. فدي من الحاجات اللي المفروض ان احنا نتعلم منها ونستفيد منها. والحقيقة دي كانت موجودة عندنا لفترات كبيرة جدا طبعاً. الى ان ظهرت التجاوزات الكتيرة اللي احنا شايفينها ومحدش بيتدخل لايقافها. والجزئية التانية اللي هي بتاعت لقطة السلة وكأس السوبر، الحقيقة دي لقطة المفروض نبني عليها ونرسخها في وجدان الناس وفي وجدان الشباب، انك انت يعني القيم بتاعتك والمبادئ بتاعتك اهم انك تكسب بطوله. ده مهم جدا في حياتك، وده الهدف الاساسي والسام من الرياضه بشكل عام حقيقي. وحتى مهما تقول ومهما تعيد فيما يظن البعض، او زي ما البعض خدها، وكنت بقول لحضراتكم هذا الامر، انه اخذ الامر لقصه اصله الصفقه اللي مش عارف مين وجاي فمين رايح فهنودي اتنين فدبي. لا يعني الحقيقه كلام، هو احنا يا كابتن اسلام للاسف في زمن يعني اي حاجه حلوه لازم يتحط عليها. ما هو بقول لك احنا في زمن التشويه يعني. اذا عملت شيء كويس هتلاقي واحد يطلع لك اي حاجه علشان يشوه اللي انت عملته باي شكل من الاشكال. وكاننا بنعادي بعض وكاننا بنكره بعض. مش مجرد برافو عليك يا استاذ محمد، يعني هي دي قصه. يعني مش انا اخد حاجه، يعني دي حاجه حلوه كلنا نستفيد منها ونبني عليها ونطورها وكل الانديه تستفيد منها. لا، ده لك اصل الاهلي لازم يدور على نفسه وعلى غرض وعلى مبرر علشان يظهر انك انت ما عملتش حاجه لوجه الله، انك انت ما عملتش حاجه كويسه، انك انت ما عملتش حاجه للاخلاق، ما عملتش حاجه للرياضه. انا مش عارف ليه، يعني ليه نفسياتنا وصلت الى هذه المرحله وهذا المستوى الحقيقي. ما الكابتن خطيب اختصرها اعتقد مع مجلسه الانتخابات الاولى لما قال انه اماني النادي الاهلي الدائمه ان ينافسك كثر في أن تكون الأول أو يكون الأول، لكن مش أن يظل طول الوقت بيستعد لتعطيلك. صحيح. لإيقاف مسيرتك. لكن بعيداً عن المنافسة، لكن المنافسة أهم للكل. طبعاً. طبعاً. عموماً برضو خلي بال حضراتكم لو تفتكروا برضو قصة السودان، لما المريخ السوداني من سنتين كده أو السنة اللي فاتت على ما أعتقد. الموسم اللي فات على طول. ولما النادي الأهلي عرض على المريخ السوداني إن هو يكون متواجد هنا في القاهرة ويلعب مبارياته وكذا وكذا وكذا، طلع بعض من لا يشجع النادي الأهلي وقال لك إيه؟ قال لك يا جماعة ده مش عارف إيه ولازم نعمل كذا. شوف سبحان الله، السنين السنة تعدي ويجي الموضوع على نفس الكلام بالظبط ويحصل ويتم نفس العرض مره اخرى. سبحان الله. اللي هو ان نادي الزمالك يقول لك انا عايز المريخ يجي يقعد هنا. ما هي الفكره ما بترتبطش او يلعب هنا. الفكره ما بترتبطش، مفيش حاجه ثابته يعني. ما الفكره ما بترتبطش بمبدا ولا قيمه ولا رؤيه محدده يعني. الفكره مصلحتي فين؟ الفكره ان انا النادي ده لازم ادمره، يعني ما دام انا ما بحبوش وما بشجعوش يبقى لازم اشوه اي حاجه هو بيعملها. الكلام ده المفروض ما نتعاملش بيه. يعني احنا كمصريين، انا من وجهه نظري والله ان اي فريق مصري بيلعب خارج مصر مش بيلعب في افريقيا، كلنا بنقف سبورت معاه ونقف في ضهره ونشجعه، والا يبقى عندنا حاجه جوه نفسيتنا. يعني ايه اللي يخليني كمصري اشجع اي فريق تاني بيلعب مع فريق مصري؟ او في اقل تقدير هيقعد يقول لك ايه اصل النادي مش مطالب عليه. يعني او في اقل تقدير ما تحطش عليه بالظبط، ما تحطش يعني في اسوء الاحوال ما بقاش ضده. يعني ما لم اكن معاه وسبورت بشكل واضح ما بقاش ضده. فلما النادي الاهلي المريخ جه والاهلي استضافه وتواجد هنا ولعب ماتشين في القاهره على اساس ان الدنيا ولا متاخر. لا على اساس ان الاهلي، ما هو الاهلي كده كده الحمد لله بيوصل النهائي وبياخد البطوله. هم الناس قالوا كده لما تهاجم المريخ نفسه بسبب الهلاليب او مشجعه الهلال، يلا اللي انتوا رايحين، لانه كانت نفس الحكايه زي ما حضرتك قلت. صحيح. برضو مشكله بين الجمهورين، فرفض الهلال انه يلعب المريخ في ملعبه. صحيح. وبالتالي
اتقال لهم كده، فقالوا لا، ما هو الاهلي بيكسب اي كده حد كده بيكسب في اي وقت، يعني لكن هو يقدم لنا ما يمكن ان يكون شراكه محترمه بالظبط كده. بس وهو ده اللي دايما بننظر ليه، وهذه هي النواحي الايجابيه اللي دايما بننظر ليها. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم مع حضراتكم او نكمل بقيه كلامنا في هذه الامور. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ عصام، الخريطه التعاقديه للنادي الاهلي تسير بشكل جيد؟ اه طبعا، بس الناس برضو الاهلاويه قلقانين يا كابتن. اتفضل. عايزين يرتاحوا من فكره المهاجم، خاصه ان الراجل كولر بيصنع مع فريق النادي الاهلي فكره الشادو سترايكر، بيحاولها في كل الطرق، لكن مع معترك زي كاس العالم للانديه ثم الاميره السمراء بقى وحلم ال11 يعني القادم ان شاء الله. الناس بس نفسها بس مش قادرين يركزوا انه مش هينفع مع النادي الاهلي انه يطلق تصريحات بدري بدري، او انه يقول لك على القائمه، او حتى انا ومحمد كنا بنتكلم بره، الناس مع الثقه عايزه تخلص، يعني حاسه بايه، انه اوان الانتهاء. جت فرصه انه البعض من الزملاء افصح انه التسعه مش الميعاد النهائي لقائمه المونديال كامله، ومن ثم ادت اريحيه شويه. ده هو لسه يوم 30، لغايه يوم 30، لغايه 30 التسعه القائمه الاولانيه مع الجدد، 13 قائمه القدامى، لغايه اي لاعب جديد لغايه 30، لغايه يوم 30 ما عندكش مشكله يعني تقيد. لكن الناس نفسها تشوفهم بدري مع تيم النادي الاهلي، الناس نفسها التدعيمين ثلاثه الباقيين دول هم دول الحكايه كلها يعني. ولكن يا استاذ محمد، الخريطه ماشيه يعني خريطه التعاقدات ماشيه بشكل جيد حتى الان. هو يمكن اللي واضح للنادي الاهلي في الفترات الاخيره انه بيشتغل دايما على اماكن النقص اللي موجوده عنده، يعني مجرد ما حصل نقص في الناحيه اليمين حتى من قبل ما يصاب كريم فؤاد كان الاهلي بيشتغل على خالد عبد الفتاح. صحيح. فطب لما اصيب كريم بقت الحاجه ليه يعني ما يتحرك من بدري على هذا الامر. صحيح. لان مهم جدا، لانك انت عندك داخل على افريقيا وكاس عالم انديه والدوري عندك والكاس وحاجات كتيره جدا، فجاب نقطه دي مهمه جدا بالنسبه لك. لما عندك حد في وسط الملعب اشتغل على مروان عطيه، الصفقه طبعا اللي مصنع رسميا لغايه الان، يمكن الاتحاد الاسكندري اعلن على الصفحه ان مروان بدل حتى الان خالد عبد الفتاح وكريستو فقط حتى الان يعني. فبيتدور على حاجات. يمكن السنه اللي عدت الاهلي اتعرض لمشكله كبيره جدا في وسط الملعب لما اصيب ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي. واحد بيقول لك هو لو جبت حد في المكان ده هيلعب على دول، مش قضيه ان هيلعب على دول، قضيه ان ممكن يبقى عندك مشكله في المكان ده ما تلاقيش حد، فبتجيب صفقه مهمه جدا تروح لكريستو محمد الضاوي، لاعب النجم الساحلي اللي انضم للاهلي، وهو لاعب موهوب، هو صغير السن مميز جدا، اعتقد هيفيدك، بيلعب في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، فلاعب مميز جدا ممكن يحل لك مشاكل كتير جدا في الاطراف. صحيح. باقيه النقطه اللي اثار الكلام عليها الاستاذ عصام وهي المهاجم، كلنا بنتحدث عن هذا الامر والنادي الاهلي شغال على هذا الامر، يمكن كان جاب يعقوبه ولم يجتاز الكشف الطبي بشكل جيد وكان في نيه الاعاره ولم تحصل اتفاقات، وما زال البحث جاريا عن قلب هجوم يعني يشيل هجوم النادي الاهلي. سفاح بالظبط، عايزين حد يعني مجرم في الحته دي يقدر يشيلك بشكل كبير جدا ويترجم الجهد الكبير وشغل جداً الراجل الحقيقه والجهاز. يعني لما توصل في كل ماتش 20 مره وتجيب جون ولا تجيب اثنين، اعتقد ان هذا قليل، على الاقل اثنين ثلاثه اربعه ممكن يسجل لك من نص فرصه بدري فيفتح لك المباراه، فده مهم جدا، الصفقه الهجوميه المنتظره الكل ينتظرها الان. طيب خلينا برضو نروح لبقية الصفقات، يعني زي ما قلنا خالد وزي ما قلنا كريستو الاثنين تم الانتهاء منهم، ولكن كل الكلام اللي الاستاذ عصام بيقوله والاستاذ محمد بيقوله ده انا ماليش علاقه بيه. طالما لم يتم الاعلان رسميا كلام حلو وجميل وكل حاجه، ممكن يكون بيتقال حضرتك الاسلام بتمثل الجانب الرسمي وكل حاجه، كل حاجه بتتقال في كل حته، لكن هنا مش هنطلع غير الكلام الرسمي فقط اللي هو لو ده بيحصل ويتم عندما يتم اعلان النادي ساعتها بس هنقول، حتى لو تم الاعلان من جانب الانديه الاخرى، ولكن في النهايه رسميا الاعلام بيخرج زي ما قلت لحضراتكم دايما، لانه في بعض الاوقات احنا الناس بتستعجل الامور شويه، فلو في المركز الاعلامي او في قناه او في الصفحه الرسميه للنادي او على قناه النادي اتقال ان الاستاذ عصام جه مثلا وهيلعب راس حربه مثلا يعني، فده الناس تعتبر ان هو حصل وهو ما حصلش، ويحصل اي حاجه صغيره زي ما حصل في قبل كده واخيرا او مؤخرا مع يعقوب مثلا،
فاهم حضرتك يعني بالزبط. كل الناس اتكلمت وكل الناس قالت خلص خلاص كان موجود. فعشان كده انا ده اللي انا بقوله لحضرتك. هو في النادي الاهلي يا كابتن خلينا ننتظر الاعلان الرسمي لما يعني. سيحدث يعني من لم ينشر خبر على الموقع الرسمي في النادي الاهلي فهو لم ينضم الى النادي الاهلي حقيقي. هو برافو هو عليك هو ده اللي احنا عايزين نوصله. الجمهور مع حاله الرضا باللي بيحصل من تعديلات واقفه معاه عند الحته دي طول الوقت الحمد لله. هو مطمئن لجهد جهيد بتقوم بيه الاداره وزي ما حضرتك عرضت علينا كابتن اسلام انه الصفقات ماشيه في طريق جيد جيد جدا. هم ينتظروا يعني الامتياز لكن عليهم ان يحكوا مع بعضهم البعض ان ده لن يحدث الا مع التوقيع الرسمي. أيوة. مش بس خشيه تدخلات في الصفقه من هنا او هناك لكن كمان لانه الاهلي هذه المره واخد بالضوابط العالميه الحقيقيه. يعني يكفي ان الناس تعرف انه يعقوبه ما عندوش اصابه الاهلي اختار صح كله تمام لكن ذهب بالبحث وعمل كونسلته علشان العمليتين ينبئوا انه قد في المستقبل تعيقه واحده من العمليتين. طب وانا ليه اعمل كده ما نجيب حاجه ما عندهاش اي قد دي خالص. فالنموذج المره دي عالمي الحقيقه. الاهلي وفق تماما في كولر اللي جاي بقى لا راح حته عربوه ولا حته حتى لاتيني ولا اي حاجه اوروبا وبالتالي هذا النموذج بإذن الله ينبئ عن كده. حتى احنا بنقولها لهم يا جماعة انت طول الوقت بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهور النادي الاهلي ده حماه. الادارة عمرها ما تقول لك كلامه ما يحصلش. طالما في صفقة يبقى في صفقة. استعد بقى انك تسمعها من اسلام او من الصفحة او من مركز الاعلام تبقى حصل يعني يا اما على قناة النادي او على الصفحه الرسميه للنادي. غير كده بيبقى عندنا ساعات وزي ما حضراتكم عارفين كلنا بيبقى عندنا تفاصيل كبيره جدا وكثيره طبعاً. جدا وقد تكون حد فيها طرف اي شيء بيخدم النادي يعني شاف وحضر احيانا لكن عمرك ما هتتكلم فيها الا عندما تنتهي انتهاء تام نظرا لانه بيبقى في مضايقات كثيره زي ما حضراتكم بتشوفوا. زي ما الاستاذ عصام قال كلمتين حلوين جدا او كابتن صالح الله يرحمه قالها للاستاذ عصام ان المنافسه بتبقى حلوه جدا وكل حاجه. انا مش عايز حد يجي يعطلني لكن أيوة. انا عايز حد يجي ينافسني. فممكن جدا يكون التنافس على لاعب واحد يخلي اللعيب ده اسعاره تعلى جدا. فخلينا ننتظر دائما الاعلان الرسمي وانا اسف ان انا بطول في هذه بالعكس او بقولها على طول ولكن هذه هي الحقيقه. ممكن جدا كنا نطلع نتكلم ونقول اصل جاي وفلان وفي الاخر الصفقه ما تتمش وسبحان الله وارد جدا وسبحان الله حصلت من اسبوع 10 ايام احنا ما كناش بنعلن والناس كلها كانت عماله تقول لنا يا جماعه انتوا ليه ما بتتكلموش عن يعقوب وان هو جاي وده وفي الاخر لم يتعقد الزيارة. بس هو في دور مهم ماذا لو قلت في قناه الاهلي اللي هي منصه اعلاميه رسميه وانت المقدم البرنامج قلت ان النادي الاهلي خلاص يعقوب لاعب في الاهلي تخيل بقى كان زمان الفيديو بيتشير دلوقتي. بس أنا في فكره مهمه ان حضرتك كل في منبره هو مش انا على فكره مش انا انا بتكلم على الاعلام الرسمي للنادي الاهلي لا الاعلام الرسمي والاعلام فيما يسمى المحب او الموازي لو ضيوفك زي الاستاذ محمد طبعًا. وشلتوت يعني ان نطمئن الناس بس انه طالما طب الاداره حضراتكم براحتك طالما الاداره قالت فهي قابله بنسبة 100% للتنفيذ. نعم. هو ده برضو اللي هم بيستنوه دون الدخول بقى في تفاصيل وده ليك حق فيه لانه هذا هو نهج النادي الاهلي. لا احنا لما بنتكلم يا كابتن بنتكلم بناء على معلومات عندنا يعني طبعا. مش مؤكدة رسميا لكن احنا بنتكلم على معلومات وقد تحدث وقد لا تحدث وقد لا تحدث يعني انا بقى لما بعد يعقوبه في صفقة هجومية قوية جاية للنادي الاهلي بس مين لسه امتى الله اعلم لكن الاهلي يبذل قصارى جهده لاحضار مهاجم قوي في المركز اللي هو محتاجه مركز راس الحرب مثلا يعني بس منين وفين ما خلاص ما حدش عارف ايه اللي هيحصل بقى خلال الفتره اللي جايه. خلينا ننتظر ما نعلمه ان الخواجه والكابتن بيبو هم بس اللي عارفين والله هم بس اللي عارفين الموضوع. حتى الكابتن امير سيتحرك حين يطلب منه بقى الورق والاقلام والحاجات دي لكن بعد ما عمل طبعا يعني الاكسرسايز بتاع الاولاني في عرض يعني ملدي يعني طبعا. عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه في هذه الامور. وانا الحقيقه دايما بحب اتناقش في مثل هذه الامور لانه من حق جمهور النادي الاهلي يعلم كل شيء في حدود اللي نقدر نقوله دائما زي ما حضراتكم متعودين معانا. مش عشان حد بيقول لنا ما تقولوش دي المشكله لكن حفظا او
حبا في هذا النادي وحبا في ان احنا مش عايزين ندخل اي صفقه بيعملها النادي في قصص كتيره جدا 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 ومزايدات كبيره جدا وخوفا على مصلحه النادي ليس اكتر من كده. برضو يا استاذ عصام عايزين نروح بقى للنادي الاهلي ومباراته امام المصري، مباراه صعبه جدا طبعا ومع مدير فني مهم الحقيقه كابتن حسام حسن. وعلى الرغم ان الاهلي متصدر للدوري والمصري الثامن ولكن دايما المباريات دي بتبقى طبيعه خاصه صعبة. طبعا امام حضراتكم الاهلي فاز 9 تعادل 3 هزيمه الحمد لله ما فيش له 22 5 نقط 30 المصري مصر هيبقى الثامن بقى اللي بعد غزل المحله اهو اتفضل المصري 4 تعادل 5 تعادل 5 هزيمه 3 له 12 عليه 13 النقط 17 نعم ده مش كلام يعني يبنى عليه في مباراه او نسميها مباريات الكبار هي مباراه يعني اقل وصف ليها انها هتبقى على رقعه شطرنج يعني هتحتاج من الاثنين المدراء الفنيين ازاي ينوروا مع بعض وازاي كل واحد يشتغل على مفاتيح لعب الاخر يعني لكن اظن انه كولر انا ضد اللي يقول لك اصله عرف او تعلم ده تعلم ايه ده راجل قد الدنيا لكن هذا الدوري كان بالنسبه له غامض والمنطقه كلها مش الدوري بس هو وفريق عمله التحليلي بداوا يعرفوا كويس قوي هما بيلعبوا فين وازاي وطبيعه اللعب المصري حتى لعبته هو في النادي الاهلي ازاي يقدر يطلع احسن ما عنده وازاي يقدر يوقف يعني منافسه احنا قلنا ما فيش حاجه اسمها خصومه والدليل انه قال جمله عبقريه قال احيانا ساترك الكره لتجهد منافسي مش بقى زي ما احنا بنقول ساب الاستحواذ لا ده الحكايه بقى فيها جزء علمي انت معاك الكره عمال تجري وانا جبت الجون ومستني وكل شويه اللي هي يحوم يعني كالفراشه ويلدغ كالنحل ان امكن فان لم يمكن خرج بالثلاث نقاط صحيح في بطوله اسمها الدوري تجميع النقاط فيها اهم ويمكن المقوله حاضره اللي الراجل فايلر قالها وهم بلديات كده كده يعني اللي هي فكره اللي عاوز يشوف يعني طول الوقت سيكسي فوتبول عليه ان يذهب الى السيرك هو اللي هناك قال يا اب ومش عارف ايه لكن احنا بنشتغل هنا بنشتغل وبنجمع حصاد ونقاط وبالتالي كل ثقه في المباراه انها مباراه تستحق المشاهده الحقيقه لكن اعتقد انه كولر بات يعلم كل شيء حول الدوري المصري وعمل حاجات جديده شويه زي ما دائما الاهلي لما كان بيجيب فايسا او غيره اللي هو فكره لكل مباراه تركه ودي برضه حاجه جديده يعني بالظبط لكل مباراه تركه فعلا مع الراجل ده استاذ محمد اعرف رايك برضه في هذه المباراه الصعبه بص كل مباريات الاهلي صعبه وليس كل الانديه مبارياتها صعبه دي قضية منطقية قضية صعبة جدا ومعقدة بمعنى ان كل الاندية بتستجمع كل قواها في مواجهتها مع الاهلي على اعتبار ان الاهلي اهم فترين تعرض بتعرض اي حد سواء بالنسبة للمدربين او بالنسبة للاعبين نعم. بدليل ان الفرق اللي بتعمل مباريات كبيرة جدا قدام الاهلي وهذا حقها لانهم بيلعبوا قدام كبير الكرة المصرية ومتصدر الدوري واللي مصر كلها بتتفرج على ماتشات فمصر كلها بتشوف الفرق اللي قدام بنزود الجل فيها انا دايما اقولها الكلمة دي فكله بيبقى جاي على سنجة 10 ومجهد نفسه فنيا وبدنيا ومعنويا وحماسيا وبيبذلوا جهد فوق طاقتهم قدام الاهلي والزمالك الحقيقه يعني باعتبارهم فرق كبيره جدا طبعا. علشان دول بيعرضوا والناس كلها بتتفرج على ماتشاتهم يعني مثلا شفنا فرقه سموحه قدام الاهلي عملت ماتش ايه والناس طلعت تشيد بالاداء والتكتيك والشغل والمستوى الفني والمستوى البدني وبعد كده تاني ماتش تعادلوا وخسروا 2-0 من فاركو السيراميكا نفس الحكايه وخسر عادي طبعا انا بتكلم يعني اقول لك ايه قدام الاهلي كله بيبقى يعني والله زمان يا سلاحي بيقاتل حتى اخر نقطه عرق فمباريات الاهلي بتبقى صعبه زي اتوقع ان مباراه المصري يمكن المصري لسه كسبان ماتش الاتحاد 2-1 لكن اعتقد ان هو هيقاتل قدام النادي الاهلي الكابتن حسام حسن مدير فني كبير جدا ومعتاد بتقديم مباريات قويه قدام الكبار مباراه ليس سهله على الاطلاق أيوه. لكن الاهلي يعني دايما كل مبارياته بيسعى للفوز بالثلاث نقاط وده مهم جدا عشان يحافظ على الفرق بينه وبين اقرب منافسيه اخيرا قبل ما اسيب حضراتكم النهارده كان في جلسه يا استاذ عصام يا استاذ محمد هاخد رايكم سيد جمال علام وكلاتنبرج عارف فضل. والله انك هتقول لي انا ما اقدرش اعدي اصله زي ما حضرتك شايف برضو بما اننا بنتكلم في هذا الامر خلال الفتره الاخيره هناك حمله شعواء طبعا على التحكيم المصري وعلى رئيس لجنه الحكام اللي هو كلاتنبرج يعني لدرجه ان
في حد طلع واتكلم وقال لك احنا عايزين نمشي هذا، عايزين نمشيه. انه لم ينصب حتى الان رئيسا للجنه الحكام، بيقول لك المشرف على التحكيم المصري. ما حدش قادر يقولها له طواعية. وجزء كبير كان من جلسه النهارده، بس اعتقد ان الاوس عنده معلومات اكتر، هو غائص شويه مع التحكيم والحكام يعني، ودي امانه. لكن الجزء كبير النهارده من الجلسه دي، من الراجل هيقول لجماعه علم على بعض الحقائق، منها غياب الترجمه، منها اسماء اندست عليه حتى هو نفسه شرب المقلب ولغايه ما اكتشفهم، ومنها انا هكمل شغلي والا فاخرج للبلد اللي انا جيت فيها دي واقول انا شفت ايه. وش كده. وبالتالي اعتقد انه التجربه دي محتاجه من السيد جمال علام، اللي كلنا طول الوقت بنقول له انت راجل غير مشكوك في ذمتك وغير مشكوك في نواياك، لكن عليك بقى بانك انت تثبت انك الكره المصريه بالنسبه لك حاجه مهمه، دي بلدك، على الاقل كمل التجربه دي. لكن التحكيم المصري مع كلاتنبرج مهما اديته من درجات يا كابتن يا استاذ اوسي، محتاجه ان تستكمل، مش الموسم ده بس، موسم اخر ولو بكلنا نستعيره يعني من الفيفا يعني. ليه يا كابتن؟ واضح ان تحت الدنيا ضايعه، لا توجد مقاييس ولا قواعد، وضحكوا علينا انهم بيبنوا اجيال ورا اجيال وبخ. هو النهارده في اليوم السابع تحديدا قال او قيل ان هو وعد الاستاذ جمال علام والكابتن حازم امام ان هو خلال الفتره القادمه هيصعد حكام جدد ووجوه جديده تدخل في تستفيد منها مصر مستقبلا يا استاذ محمد. طبعا يعني احنا انا رافض مقيم التجربه دلوقتي يعني زي ما قال الاستاذ صلاح. هو عليها يعني لما هو بيتعرض لحمله شديده جدا من طبعا يعني بيتعرض لحمله عنيفه جدا يعني، واحنا بننتقد كتير وبننتقد حكام بننتقد حاجه، بس علينا ان نصبر جميعا ونتحمل التجربه. دي تجربه جت، ما ينفعش ان احنا يعني نقتلها في المهد، يعني انا بعتبرها في البدايات، فعلينا نصبر عليها ونتحمل هذا الرجل ونشوف افكاره هيوصلنا لغايه فين. انا يعني في حاجات كده بعض العلامات ظهرت ان في حاجات كويسه بتتعمل، يعني في بعض التطورات، في بعض الحكام بقى عندها جراءه وبتأدي بشكل قوي جدا بدون نظور لاي الوان او اي حسابات، في بعض الوجوه الجديده بدا يتم الدفع بيها. يعني انا مش هقول لك ان بعض الانديه بتهاجم، ده كمان هو بيتعرض لحرب كبيره جدا من حكام نفسه، اللي هم كل عدد كبير جدا من الحكام فقدوا بالظبط، يعني عدد حكام كبير جدا من الخبراء التحكيم والحكام بيشككوا في قدرته على النجاح لغايه دلوقتي يعني. فعلينا ان نصبر على هذا الرجل. يعني بص، يعني السنه دي تكاد تكون الاخطاء اقل كثيرا من السنه الماضيه بشكل كبير جدا، وده مش عاجب البعض يا استاذ محمد. طبعا ما تخليني، انا مش عايز افتح الكلام ده يعني، ده مش عاجب البعض. ما هو الامر ده حضرتك، ما هو ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، اذا كان حد طلع قال لك كده، قال لك كده احنا هدفنا ان احنا نمشي كلاتنبرج، هدفنا مش ان احنا. هو الميزه ان فكرتنبرج يعني ما حدش هيتصل بيه يقول له حط ده وشيل ده. ده انا اعرف ان هو بيواجه معوقات وبيواجه صعوبات كثيره جدا في 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 شغله، لكن علينا ان نكمل التجربه ونسيب راجل يكمل مسيرته. طب ايه اللي حصل النهارده يا استاذ محمد على معرفتك يعني؟ ده يعني هو اهم حاجه الراجل طلب الصبر عليه، وقال ان في ان مفيش مكان في العالم في تحكيم مفيش اخطاء، يعني دي النقطه الاساسيه والرئيسيه بالنسبه له يعني. فقال ان اخطاء الحكام دي موجوده في الدنيا كلها يعني، بس ما فيش تعمد من الحكام يعني، فاصبروا عليا وسيبونا اشتغل وهيقولوا اللي جوه. وفروا الحمايه للحكام، طلب بتوفير حمايه كامله للحكام ومن الهجوم العنيف اللي بيتعرضوا ليه يعني. عموما كانت حاجه مهمه من اللي حصل مع حكام دون ان يحدث اجتماع فوري لتحديد المخطئ وعقوبته. والحاجه الثانيه ظل على رفضه لإعلان أسماء الحكام خاصة في المباريات اللي فيها أطقم أجنبية. قال لهم ده هيبقى شغل الشاغل، وزي ما عملت مع بيراميدز ستعرفه مع موعد التذاكر يعني. بس كده. طب هو دي هيستفيد منها إيه برضو؟ أو يعني أعتقد هو خلاص بقى عنده قلة ثقة في بعض اللي اشتغلوا معاه. أوكي. وبالتالي هو بيجدد وطلب حتى تقليل العدد، إن ما يبقاش فيه مط في اللجنة. وضمن الاقتراحات الحقيقه انه يبقى في الدرجه الثانيه والثالثه، لان في كوارث قد تصل اللي يمكن سمعت الاوسي مره برضو بيحلل. احنا جبنا هنا واحنا مع حضراتكم صحيح. هو كمان لا قال عن مصائب يعني تكاد تحدث فيها حاجات في الانفس يعني، ان الحكم الخامس يعود مره اخرى، اعتقد كان جه اول مره مع جمال غندور. جمال غندور علشان ما فيش طبعا فار، فيبقى في حتى محاوله ان يبقى في عداله بنسبه معقوله يعني.
عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.